في فقرة أنا البطل بطولة حقيقية تأتينا اليوم بعنوان المدرسة الإعدادية ابن هانئ بالقيروان. معي تسنيم جملي هكا؟ جميلي. جميلي، أهلا تسنيم. عسلامة. مرحبا بيك. تسنيم جميلي تلميذ نفيم ابن هاني. سنة تاسعة. مدرسة إعدادية ابن هاني. أي نعم. نشط في رياضة الجودو وتابع مصنع تبع القيروان. مرحبا بيك، هكا نرجع لك. نمشيو لتيسير الفارسي، أهلا تيسير. تيسير الفارسي بوتيل. عسلامة. عسلامة. شو أحوالك؟ لاباس. نورتينا. تبارك الله عليك. هاي قدم روحك للمستمعين. تيسير الفارسي. هاي. مترين أتليتيزم في حي الشباب. هاي. ألعاب قوى يعني. ألعاب القوى. هاي. حي الشباب. في دار شباب حي الشباب. دار شباب شارع فاس تسمى. اللي فيها. معنا نادي، معنا جمعية، معنا. كماك. هذه أكاديمية خاصة. ألعاب القوى بالقيروان. ألعاب القوى بالقيروان، ممتاز جدا، يعطيك الصحة. يا سيدي، تبارك الله، هاك النياشين والميداليات، هاك توسي شكري ورينا، فهمني، شوف هاك النياشين وهاك وريها، عمل حط ميم بلون زوز، تنجم تحط لي الميات الزوز، معناها ميم بلون، خلينا نشوفوهم. تبارك الله. قل لي، أي نبدا بالتسنيم، شنو هي فاش توجت هالميداليات المزيانين هذوما، منين جبتهم وفاش؟ الحمد لله كله بفضل ربي. حطهم لي في مربعات يا تفضلي. لعبت بطولة عربية 2019. بطولة عربية 2019 فين؟ في تونس. في تونس. وبطولة عربية 2022. في اختصاص. اختصاص شنو؟ جودو. الجودو. أي. في تونس. أي في تونس. تونس العاصمة. أي. وعنا في المدينة الرياضية. اي وفما شامبيون اوبن افريك بطولة افريقيا المفتوحة مفتوحة في تونس لهنا في السومين اوفير معناتها في الامتحانات اي بعدها باربع ايام في الجزائر مشيت للجزائر باش تمشي اي باش تمشي فين في الجزائر؟ ولا لا ما عندكش فكرة؟ زميلة راهي الجزائر ترى اذا جابكم كنت تشاركوا في البطولة راهي فيها مدن ساحرة بأتم معنى الكلمة، والشعب الجزائري شعب تحفون وهيل ولائق ويحب التوانسة برشا، يعطيك الصح. ما اللي مش جايبين ننتظروا ميداليات أخرين. إن شاء الله. شكون يشجع فيك أكثر؟ شكون أكثر واحد يشجع فيك على مشروعك هذا؟ العيلة ومدام حياة الرويني. مدام حياة بسلم عليها، مدام حياة تقول عمي عاد ما جيت نسلم عليك، نتبع في أجدادها تبارك الله عليها ما شاء الله. والديك أكيد تحية لها كبيرة. تحية لها كبيرة برشا، سي حسني برهومي. شكون سي حسني؟ مؤثر الكوتش. هاي. مدرب هاي ممتاز جدا تحية لي ومؤثر كوتش مكرم عيد كوتش سي مكرم هاي نعرفه هاي سي حمودة صدفي سي حمودة برافو ورئيس الجمعية سياسي رمضاني هاي رئيس الجمعية سياسي تحية كبيرة زد تأطير الجامعة التونسية للجودو سي بشير سي شمس لونترونير ايكيب ناسيونال سي محمد علي الدالي برافو 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 تيسير لالا والميدالية تحكي لي على قصتهم هذوما تمام قول تكلم كيف تحب شو معناها قديش شاركت من مشاركة وفين وشكون عاونك إلى آخره شو معناها اقرب الميكرو شوي دونك قديش من ميداليات حصلت أنت تيسير سبع ميداليات كيفاش كانت المناسبة بتاع تحصلك على الميداليات نمشي معناها الراد سلسوسة عطيني بطولة جهوية ولا وطنية ولا عربية كيف كانت تحكي صاحبتك تسنين شنو المشاركات هذوما شي اول مره معناها مشيت لسوسه اي فني المسابقه شو اسمها بطوله شنيه ولا مشي بطوله وطنيه يعطيك الصحه بطوله وطنيه شكون شجع فيك على ممارسه الرياضه من داركم امي وبابا تحيه ليه و ميتي شكون ميتي هاي تبارك الله ربي يحفظها والمترينر نتاعي والمدرب نتاعك شكون احمد العياشي احمد العيش تحيه ليه تسلم على شكون اخر تحب تسلم من الناس اللي شجعوا فيك شي امي وبابا تحيه ليهم كبير وشي منعم شكون سي منعم مدرب جلالي هاي مدرب هو تحيه ليه كبير سي توفيق سويدي سي توفيق تحيه ليه كبير عندكش مشاركه قريبه على عمك قريب في حاجه شي بعد اليوم معناها اليوم وقتاش لا شيء معنا وقت مازلت ما تعرفش انا حقني معناها وفين وفين بقى وفين بقى في حي الشباب في حي الشباب في شارع فيس ان شاء الله بالتوفيق كان هزيت ميداليه ولا حاجه كلم سندعوك مع سي عبد الله الحطاب في قسم الرياضه هذه اجوائنا مستمعينا الكرام اذا هكذا نبلغ نهايه الساعتين الاوليين من برنامجنا فيما بعد مع قم للمعلم بعد اخبار منتصف النهار سيكون معنا لقاء مع
المربي الفاضل سالم بوقطايه.